اليوم بدنا نكمل الشرح المتعلق بالدوائر الكلامبر سيركت. حكينا المرة اللي فاتت تكلمنا عن نوعين الأنبايست كلامبر، وأخذنا مثال على البايست كلامبر. كانت دائرته مكونة، حكينا عنها سابقا، مكونة من 4 عناصر وليس 3 عناصر. مع وجود الكابستر والديود والمقاومة على المخرج، في عندنا دائما بكون بطارية. هلا في المثال اللي موجود اللي راح نتكلم عنه هذا اليوم عبارة عن بوزيتيف بايست كلامبر، دائرته هيك بيكون شكلها. لاحظ كيف الكابستر افكتفلي بيكون موصول على التوالي بين الانبوت والاوتبوت. سيمي كوندكتر دايود محطوط بهذه الوضعية، الكاثود جاي على الطرف اللي فوق والانود لتحت. هلا حتى نقدر نحلل هاي الدائرة، دائما نفضل نستخدم سكوير ويف على الانبوت. السكوير ويف على الانبوت دائما بيكون في له شقين، البوزيتيف مع النيجاتيف هاف سايكل. احنا حكينا في قاعدة مهمة جدا لما نيجي نحلل دائرة الكلامبر، انه مهم جدا دائما نحط الكابستر اول شيء في حالة التشارج ستيت، بعدين فولود باي بيجي بعده الديسشارج ستيت. فعشان هيك مش بالضروره انه دائما البوزيتيف هاف سايكل زي ما هو موجود هون هي اللي كفيله انها تشحن الكابستر. بتصير مرات لما نيجي نطبق البوزيتيف هاف سايكل بيكون الدايد هدف في حاله انحياز عكسي والكابستر ما راح يقدر يشحن معنا. عشان هيك بننتقل للشق اللي بعده او الجزء الثاني من الموجه اللي هو نيجاتيف هاف سايكل حتى نشحن الكابستر. واضح كيف؟ احنا هون اذا جينا على هذه الموجه، اول شيء البوزيتيف هاف سايكل الفتره الزمنيه تبعته من الصفر للتيار 2. هذه لو بدك تيجي تمثلها على الانبوت راح تكون عباره عن بطاريه، هيك اقطاب البطاريه بتكون الموجب لفوق والسالب لتحت. طبعا ليش حطينا بطاريه؟ لانه حكينا قيمه الجهد هون بدها تكون ثابته على الفي ام، بس بتكون على الفتره الزمنيه من الصفر للتيار 2. واضح كيف؟ هلا هذا التيار لما تيجي تطلع كيف راح يكون اتجاه اندفاع باتجاه عقارب الساعه؟ هل يا ترى هذا التيار سهمه موافق لاتجاه سهم الديود ولا معاكس له؟ لا، جاي عندي معاكس لاتجاه سهم الديود، اذا هذا الديود بده يكون في حاله الريفرس بايوس مود. لما بكون في حاله الريفرس بايوس مود حسب التقريب الاول راح يصير معي اوبن سيركت. اذا هذا الدايود لما بكون في حاله الاوبن سيركت هذا الكابستر ما راح يقدر يشحن معي. بيجي واحد بيقول لي لا، ما في تيار عندنا متشكل في مع وجود البطاريه، في عندنا تيار تشكل من خلال مروره في المقاومه. بس للعلم هاي المقاومه بالعاده بتكون قيمتها عاليه جدا. لما تكون قيمه المقاومه عاليه جدا الكل فيكم بيعرف ان التاو دائما في الكابستر بتساوي في ار في سي، هذا زمن شحن الكابستر. فبتكون افكتفلي الجزء الموجب مخلص ولساته هون الكابستر مش مشحون عنا. فاحنا دائما بنعتمد على شحنه في شحن الكابستر على وضعيه الديود، انه لازم الديود يكون في حاله انحياز امامي. واضح كيف؟ اذا هون بنستنتج انه البوزيتيف هاف سايكل هاي ما بتقدر تشحن لي، لا بتشغل الدايد ولا بتقدر تشحن للكابستر. اذا شو بدنا نعمل؟ بدنا نلجا للنيجاتيف هاف سايكل ونبلش فيها. اول شيء النيجاتيف هاف سايكل هاي اول شيء الفتره الزمنيه تبعتها من تي على 2 لحد تي، لما بدك تيجي تمثلها على الانبوت راح تكون عباره عن بطاريه هيك شكلها، السالب لفوق والموجب لتحت. واضح كيف؟ هذه راح تخلي اتجاه اندفاع التيار عكس عقارب الساعة. لما تقارن اتجاه اندفاع التيار هذا مع اتجاه سهم الديد لما تلاقيهم الاثنين متوافقات تعرف انه الديد هون في حالة انحياز امامي، اي انه هذه كفيلة انها تشحن تحط الكابستر في حالة التيار ستيت. مفهوم كيف؟ طيب خلينا نشوفها بالسلايد اللي بعده. هي النيجاتيف هاف سايكل من تي 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 على 2 لحد تي. طبعا الاقطاب تبعت البطاريه هيك راح يكون شكلها، هذا الاتجاه الفعلي لاندفاع التيار. واضح كيف؟ هذا الاتجاه الفعلي لاندفاع التيار كيف بده يخلي الاقطاب على الكابستر عندنا؟ لاحظ كيف؟ القطبيه الموجبه على اليمين والقطبيه السالبه بدها تكون على اليسار. كيف هذه صارت؟ حسب الباسيف ساين كونفنشن اللي كنا ناخذها في الدوائر الكهربائيه، سهله جدا. واضح كيف؟ هلا احنا هون الكابستر هذا الدايود لما صار في حاله انحياز امامي بده يكون حسب التقريب الاول عباره عن شورت سيركت. بدنا احنا نستغل وجود الدايت في حاله الشورت سيركت هون بحيث نحدد قيمه الجهد على الاوتبوت. هلا قيمه الجهد على الاوتبوت هون ما راح تكون قيمتها صفر زي ما كنا نشوفها في حاله الانبايست كلامبر. هون لاحظ كيف لما كان الانبايست كلامبر لما كان هذا شو اسمه في حاله انحياز امامي الاوتبوت فولتج بيكون صفر، وانما هون شو اللي بتلاحظه شوي صغيره المثال بتلاحظ انه الجهد على الاوتبوت هو عباره عن جهد البطاريه. ليش؟ لانه البطاريه هون جايه
على التوازي 100% على الاوتبوت، واضح كيف؟ اذا هون لو كان عندي الفي بي مثلا مقدارها 2 فولت، خلينا نفرض بدك انت ترسم تيجي تحدد 2 فولت على الاوتبوت، بس بدك تراعي حاجه كثير مهمه، انه الفتره الزمنيه على الانبوت افكتفلي بدها تكون نفس الفتره الزمنيه على الاوتبوت، فاذا كانت الفي بي هون بتساوي 2 فولت، لما تيجي ترسمها على الاوتبوت بدك تراعي انه الفتره الزمنيه على الاوتبوت هي عباره عن نفس الفتره الزمنيه اللي موجوده على الانبوت اللي بتخص النيجاتيف هاف سايكل، واضح كيف؟ طيب هلا مين وايل شو بدي اعمل انا؟ بدي اطبق الكي في ال حتى نحدد قديش الشحنه تبعت الكبستر، بس ضروري جدا قبل ما تحدد الكي في ال لازم يكون عندك الاقطاب على العناصر كلها محدده عندي، يعني انا الكي في ال عندي هون راح يمشي على جهد البطاريه، هي الاقطاب تبعتها هيك بتكون، واضح كيف؟ وعندي جهد اللي عفوا مصدر التغذيه وجهد البطاريه هيك هيك الاقطاب تبعتها، وفي بالنسبه للجهد تبع جهد الكبستر الاقطاب تبعته بتكون بهذا الشكل، شو اللي سواها؟ اتجاه اندفاع التيار. اذا عندي انا هون العناصر كلياتها محدد عليها الاقطاب، لما بدنا نيجي نطبق الكي في ال هون تعال نشوف، لما بدي اطبق الكي في ال بتشوف انه هذا الفي انبوت از فانكشن في هذا الانستنتينوس فولتج على الانبوت، هلا بنحدد قديش قيمته، وفي عندنا هون جهد الكبستر وفي عندنا كمان هون جهد البطاريه. طيب لما تمشي انت باتجاه هذه الكي في ال مشيت فيها باتجاه عقارب الساعه، بتسال الطالب لو حطيتها لو مشيت بعكس عقارب الساعه بتطلع المعادله مختلفه؟ الاوتبوت فولتج جهد الشحنه الكبستر بتطلع مختلفه؟ لا بتطلع معك نفس الجواب، في شيء مشكله، واضح كيف؟ هلا لما تكون انت ماشي في مصدر التغذيه من الموجب للسالب اكيد هون راح تعطي اشاره موجبه، اشاره موجبه هون، واضح كيف؟ هلا الكبستر كيف الاقطاب عليه راح تكون من السالب للموجب نعطي اشاره سالبه، والبطاريه الفي بي ماشي فيها من الموجب للسالب نعطي اشاره موجبه، واضح كيف؟ طيب الانبوت فولتج هون حكينا سابقا انه دائما الاشاره السالبه هاي يا جماعه ما بتدخلها معك هون، وانما هاي فعليا ضمناها في القطبيه تبعت البطاريه، يعني بس الانبوت فولتج هون شو بدي اساوي قيمته؟ اللي هي الفي ام، واضح كيف؟ هاي عباره عن الفي ام، الفي سي هذا القيمه المجهوله هون، واضح، والفي بي هاي خليها بهذا الشكل، هذا بتساوي صفر، بعدين بنزل الاشارات هون، هذا موجب سالب موجب. هلا بتلاحظ انه شحنه الكبستر او الجهد على الكبستر شو راح يساوي معنا قيمته؟ راح يساوي معنا الفي ام زائد الفي بي، واضح كيف؟ هذا الجهد ايوه في بي زائد الفي ام، يعني لو كانت الماكسيمم فولتج 10 فولت والباتري فولتج 2 فولت بيطلع الجهد او الشحنه الكليه على الكبستر بتساوي 12 فولت، واضح كيف؟ طيب خلصنا من هذا الجزء، هلا احنا ما انتهيناش لسه، ما انتهينا من التحليل، التحليل دائما للدايركت كلامبر سيركت لازم ياخذ بعين الاعتبار عمليه الشحن تبعت الكبستر وفي نفس الوقت عمليه التفريغ له. هلا عمليه التفريغ له بتكون لما نيجي نطبق النيجاتيف هاف سايكل، بس احنا دائما احنا بنمشي في المستوى الديكارتي، الزمن كيف بنمشي؟ باتجاه واحد من الاوريجين اول ذا واي بهذا الاتجاه، واضح كيف؟ شو مضطر انا اعمل هون؟ مضطر اعمل تغيير بسيط على هذه الرسمه، باخذ الجزء الموجب من موجه الانبوت، لانه احنا وين بلشنا هلا قبل شوي؟ بلشنا في النيجاتيف هاف سايكل، لان هذه كانت كفيله انها تشغل الدايود وتشحن الكابستر. طيب شو بدي اعمل هلا؟ بدي اخذ البوزيتيف هاف سايكل هاي، واضح؟ بدي امسكها من هون وازيحها، وين احطها؟ احطها على الجهه الثانيه، احطها هون، لاحظ كيف؟ هذه البوزيتيف هاف سايكل، هلا الفتره الزمنيه الارتفاع تبعها بضل نفس الشيء، بس الفتره الزمنيه تبعتها راح تتغير، من قديش لقديش راح تصير؟ بدل ما كانت من صفر لتي على 2 بتصير من تي لثلاثة تي على 2، واضح كيف؟ هذا الاجراء عادي جدا، يعني فيش فيه اي مشكله، ليش؟ هيك بتصير انت اول شيء طبقت النيجاتيف هاف سايكل، بعدين البوزيتيف هاف سايكل، في البوزيتيف هاف سايكل هون تعال نشوف شو راح يصير على الدائره. هلا هيك التحليل، هيك الدائره بكون شكلها. هاي الموجه تبعت البوزيتيف هاف سايكل، لما بدك تيجي تمثلها هذه على الانبوت راح تكون بطاريه اقطابها بتكون بهذا الشكل، هذا اتجاه اندفاع التيار حسب الباسيف ساين كونفنشن بيكون مندفع باتجاه عقارب الساعه، لانه الدايد في الدائره الاصليه كيف كان عندنا الاقطاب تبع البولاريتي تبعت الدايد هيك جايه، لانه سهم الدايد وسهم التيار متعاكسات، هون الدايد راح يكون في حاله انحياز عكسي، اي انه حسب التقريب الاول بيكون عباره عن اوبن سيركت، واضح كيف؟ طيب اللي راح نلاحظه هون انه هذه البطاريه جهدها مش راح يكون له اي تاثير في هذا التحليل، لما بدنا نيجي نطبق الكي في ال هون راح تاخذ بعين الاعتبار العنصر تبع جهد مصدر التغذيه وجهد الكبستر مع الجهد على الاوتبوت،
هدول الجهود الثلاثة لما تأخذ الجمع الجبري لهم لازم يطلع معنا قيمته صفر، بس مهم جدا إيش تكون الأقطاب محددة عليهم. هلا أول إشي بالنسبة للبطارية، هاي أقطابها محددة هيك سهل جدا، لأنه مصدر، لأنه الموجة على الإنبوت هي عبارة عن البوزيتيف هاف سايكل. بتسأل الطالب، حكيناها سابقا، ليش الأقطاب على الكابستر أجت هيك شكلها مع إنه اتجاه اندفاع التيار جاي باتجاه عقارب الساعة؟ هذه الأقطاب على الكابستر بيكون الكابستر افكتفلي محافظ عليها من الحالة السابقة. دائما الكابستر بين التشارج والديسشارج بيكون محافظ على حاجتين جدا مهمات. الحاجة الأولى اللي هي القطبية، كيف كانت في عملية الشحن، واضح كيف؟ والحاجة الثانية اللي هي عبارة عن الشحنة تبعته، واضح كيف؟ فإذا القطبية في الحالة السابقة في التشارج ستيت كانت الأقطاب موجب على اليمين والسالب على اليسار، هي بتضل البولاريتي انتاكت، ما تغيرت عندي من مرة. وفي نفس الوقت الشحنة تبعته قديش حسبناها؟ راح كانت تساوي الفي بي زائد الفي ام. إذا أنا هون حدد الأقطاب على الكابستر، هيك بيكون شكلهم. هلا بالنسبة للمقاومة، هاي أنت مكتوب لك الخيار تحدد الأقطاب عليها زي ما بدك، تحب تحط الموجب لفوق السالب لتحت، واحد بحب يحط الموجب لتحت السالب لفوق، فيش أي مشكلة. بس بدك تراعي شغلة كتير مهمة، إنه لما تيجي تحسب الأوتبوت فولتج وتطلع معي إشارة الأوتبوت فولتج سالبة، بتعرف تماما إنه القطبية الفعلية افكتفلي جاية معاكسة تماما للقطبية اللي فرضتها أنت. وإذا أجت الإشارة موجبة، دليل إنه القطبية الفعلية إيش بتكون؟ نفس القطبيه اللي فرضها انت على الاوتبوت، واضح كيف؟ هلا لو بدنا نيجي نطبق الكي في ال هون، تعال نشوف شو راح يصير معنا. اول شيء في عندي جهد مصدر التغذيه الانستنتينيوس فولتج على الانبوت، واضح كيف؟ وفي عندنا هون جهد الكابستر، وفي عندنا جهد الاوتبوت. اوكي؟ هلا ماشي، انت الكي في ال باتجاه عقارب الساعه مش مشكله، او عكس عقارب الساعه راح تحصل على نفس الجواب. ماشي، من السالب للموجب هون تعال نعطيها اشاره موجبه سالبه، هاي الكابستر من السالب للموجب اشاره سالبه، والاوتبوت فولتج اشاره تكون موجبه. هلا الفي هاي خلي نزل الاشارات، هو سالب سالب موجب، هذا طبعا بده يساوي الجمع الجبري، بده يساوي عندنا صفر، واضح. بعدين بنجيب الفي انبوت هون، شو بدها تساوي قيمتها اللي هي الفي ام، هاي واضح، هاي الفي ام. جهد الكابستر سابقا قديش كانت قيمته؟ في ام زائد في سي، افتح قوس، هون كانت هذه في ام زائد الفي سي، والفي اوتبوت هذه مجهولة. اوكي، اذا هون الاوتبوت فولتج شو بيساوي معنا؟ بتساوي، طلع كيف؟ السالب مع السالب، هلا لما ننقل هاي على الجهة الثانية بصير هون 2 في ام زائد الفي سي، عفوا هاي مش في سي، زائد الفي بي، زائد الفي بي، هذه الاوتبوت فولتج. يعني مثلا لو كانت الماكسيموم فولتج قيمتها 10 فولت، تضرب 2 في 10 بيطلع 20، جهد البطارية 2 فولت بيطلع 22 فولت. هاي لو بدك تيجي ترسمها بده يكون الارتفاع تبعها أكبر من هاي، هذا الارتفاع 10 فولت بده يكون قيمة الارتفاع هون عالية. بس بدك تراعي حاجة مهمة جدا، ايش هي؟ إنه الأوتبوت فولتج هذا في له فترة، الفترة الزمنية تبعت الأوتبوت فولتج عبارة عن من التي للثلاثة تي على 2، اللي هي نفس الفترة الزمنية تبعت الإنبوت ويف فورم أو البوزيتيف هاف سايكل، واضح كيف؟ يعني البوزيتيف هاف سايكل فترته من تي لثلاثة تي على اثنين، اذا الاوتبوت فولتج برضه بده يكون من تي لثلاثة تي على اثنين، واضح كيف؟ هلا الارتفاع هون اتفقنا قديش بيطلع معنا قيمته 22 فولت، واضح كيف؟ حتى انت تقدر تتاكد انه الاجابه اللي حصلت عليها صحيحه ولا لا، بامكانك تعمل حاجه جدا بسيطه، تيجي بتحسب البيك تو بيك فولتج على الاوتبوت. هلا لو جينا سالنا اي حدا منكم قلت له احسب البيك فولت البوزيتيف بيك والنيجاتيف بيك، قديش البيك تو بيك فولتج؟ اللي هي ايش؟ اقصى، اللي هي اقصى ارتفاع واقصى انخفاض عندي، المسافه اللي بينهم قديش بيطلع معي قيمته؟ هذه قلنا اتفقنا انها عباره عن 22 فولت، وهي عباره عن 2 فولت، اطرح الاثنين من بعض قديش بيطلع؟ بيطلع عندي هون البيك تو بيك 20 فولت. هذا البيك تو بيك على الاوتبوت لازم تساوي البيك تو بيك فولتج اللي موجود على الانبوت. يعني انا لما باجي بحسب برضه البوزيتيف بيك والنيجاتيف بيك، المسافه بينهم الفيرتيكال كليرنس بين الثنتين قديش برضه بيطلع معي قيمته 20 فولت، هيك بتتاكد انه انت عامل التحليل بشكل سليم. هلا بيجي الطالب بيقول لي انه يا استاذ الموجة اللي طلعت معي هون لاحظ كيف هاي مختلفه عن هاي، شو اللي سويته انت بالضبط؟ يعني بفكر انه الاجابه اللي حصلنا عليها خطا، بقول له لا،
هذا التحليل صحيح 100%، سواء حطيت الرسمة بهذا الشكل أو حطيت الرسمة بهذا الشكل، في كلا الحالتين أنت حصلت يعني على نفس النتيجة، بس الاختلاف بسيط كثير. اللي صاير إحنا عندنا لما شفنا سابقا دائما القاعدة تبعتنا الدوائر الكلامبر إنه بدنا نشحن الكباستر بعدين بدنا نفرغه، فعملية شحن الكباستر كانت لما جينا طبقنا النيجاتيف هاف سايكل أول إشي، بعدين مسكنا الجزء الموجب من موجة الإنبوت هاي وحطيناه هون، واضح كيف؟ لما حطينا البوزيتيف هاف زحناه، البوزيتيف هاف سايكل بدل ما كان من صفر لتي على اثنين زحناه صار من تي لثلاثة تي على اثنين، واضح كيف؟ طلعت معي كيف موجة الاوتبوت صار شكلها؟ هيك طلعت معي موجة الاوتبوت. هلا واحد فيكم مثلا بيجي بيقول لا انا بديش اسوي هذا الاجراء، بدي اعملها بطريقة مختلفة، بدي اخلي البوزيتيف هاف سايكل محلها على نفس الفتره من الصفر على تي على 2، بس بدي اجي امسك النيجاتيف هاف سايكل هاي، بدي امسكها وين احطها؟ خليها تبلش من هون، واضح كيف؟ بدها تكون بصير فترتها طبعا الانخفاض تبعها بضل بنفس المقدار، بس الفتره تبعتها بتكون من الناقص تي على 2 واضح لحد تي لحد الصفر، واضح؟ لما تيجي تطبق هذه الموجه هيك بتكون الاوتبوت فولتج راح تطلع معي، مفهوم كيف؟ يعني راح تطلع هيك، راح تطلع معك الجزء. فافكتفلي انت يعني زي ما تقول احنا بناخذ سامبل ويف فورم وبنعمل التحليل. هلا بكون دائما في تكرارات للموجه، صح ولا لا؟ هذا الجزء السالب هذا لما تيجي تطبقه هيك بيطلع معي الاوتبوت، والجزء الموجب هذا اللي ما حركناه احنا ضل على نفس الفتره الزمنيه اللي هو من صفر لتي على 2، لما جينا طبقناه طلع معي الاوتبوت هيك شكله، واضح كيف؟ فاذا سواء رسمت الدائره هاي او رسمت الدائره الثانيه على عفوا حطيت الاوتبوت ويف فورم هيك شكلها او هيك شكلها، الاجابه الصحيحه ما فيش فيها اي مشكله. لاحظ بالدليل انه انت تلاحظ من تي على 2 لحد تي، تعال نقارنهم بين الرسمتين قديش القيمه تبعتها عباره عن الفي بي، واضح؟ وفي عندك هون من تي ل 3 تي على 2 قديش القيمه تبعتها؟ 2 في ام زائد الفي بي، واضح؟ هذه لو بدك تيجي تحط ترسمها هاي مثلا، جيت قلت لك حط لي التكرار، اعمل لي كمان تكرار من هذه الموجه، هاي سامبل اعمل لي كمان تكرار منها، راح تيجي تقول لي هاي الجزء الموجب، اوكي، وفي هذا طبعا بده يكون من تي ل 3 تي على 2 هذا الارتفاع اللي قيمته، هذا عفوا غلط، هذه لازم تكون 2 في ام زائد بي زائد الفي بي، اوكي، زائد هذا الجزء الاول، والجزء الثاني بده يكون هذا، طبعا فترته من قديش بتكون من 3 تي على 2 لحد 2 تي، واضح كيف؟ هذا التكرار من الموجة، سهل جدا. في حد عنده أي سؤال أو استفسار؟ طيب هلا خلينا ناخذ مثال بسيط. المثال اللي موجود هون شوي خلصنا هذا، أوكي، في مثال هون الدائرة هاي تختلف عن الدائرة السابقة، طبعا طلع عليها هي صح أنها هي عبارة عن بايست كلامبر، بس لاحظ كيف البولاريتي للبطارية عندي إياها هون الموجب لفوق والسالب لتحت، بينما البطارية عندي إياها هون طلع كيف مثال السالب لفوق الموجب لتحت. بدنا نحلل هاي الدائرة. دائما الأسئلة على دوائر الكلامبر بتيجي يعني هيك، دائما بعطيك موجة الإنبوت بحدد لك عليها البيك فولتج والنيجاتيف بيك، واضح، والفترة الزمنية. في عندنا هون هاي برسم لك دائرة الكلامبر، باجي بقول لك ارسم لي الأوتبوت فولتج ويف فورم بتكون. هلا مهم جدا في الدائره هاي نعرف انه احنا زي ما حكينا سابقا بنحط اول شيء الكباستر في حاله التشارج ستيت. هل يا ترى البوزيتيف هاف سايكل هذه بتضمن لي انه الكباستر راح يكون في حاله التشارج ستيت؟ شو بنيجي بنعمل؟ بنفرض هذه البوزيتيف هاف سايكل راح تكون عباره عن بطاريه هيك الاقطاب تبعتها الموجب لفوق والسالب لتحت، صح ولا لا؟ يجي نفس انا بضطر اعيد الخطوات، اعيد وزيد الخطوات لحد ما تفهموها 100%، مش مشكله. طب البطارية هاي لما تكون حاطة بهذا الشكل كيف بيكون اتجاه اندفاع التيار؟ هيك بيكون سهم التيار مع السهم تبع الدايد، الاثنين بتلاقيهم متعاكسات، اذا هذا الدايد راح يكون في وضعية الريفرس بايس مود. شو يعني ريفرس بايس مود؟ بيكون اوبن سيركت. هل يا ترى الكباستر راح ينشحن عندي؟ لا، صح ان التيار في عندنا تيار راح يتشكل مسار للتيار هون من خلال المقاومة هاي، بس هذه مش كفيلة إنها تشحن الكباستر لسبب بسيط كثير، حكينا إنه قيمة المقاومة هاي بتكون عالية جدا، فعشانها عالية جدا الزمن اللازم لشحن الكباستر حتى يصير فولي تشارج قديش بده إياه؟ بده يكون عبارة عن 5 تاو اللي هي 5 ار في سي، افكتفلي بتكون لسه مخلص يعني الفترة الزمنية تبعت البوزيتيف هاف سايكل، اوكي،
مخلصة ولسه الكباستر قاعد بشحن، يعني بتكون الشحن بتكون جدا قيمته قليلة تولي للصفر. إذا شو بنعمل إحنا دائما؟ بدنا نخلي هذا البيت في حالة انحياز أمامي حتى نقدر نشحن الكباستر بشكل سريع. دائما عملية شحن الكباستر بتاخد وقت طويل، خصوصا إذا كان في المسار تبع الدائرة ما بيحتوي على مقاومة. دائما لما يكون الدائرة بتحتوي على مقاومة، الكباستر لما يكون في عليه مقاومه تعرف انه، وخصوصا لما تكون قيمتها عاليه، اعرف تماما انه الزمن اللازم لشحن هذا الكباستر راح تكون طويل، قيمته اكثر مما يكون في الدائره مثلا ما فيش عليها مقاومه. واضح كيف؟ طيب هلا احنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نيجي نجرب النيجاتيف هاف سايكل. اكتشفنا انه البوزيتيف هاف سايكل ما بينفع معنا، ما بينفع يشحن الكباستر لانه الدايد راح يكون في الريفرس بايس مود. هلا النيجاتيف هاف سايكل كيف؟ تعال نشوف الاقطاب لمصدر التغذيه كيف بتكون عندنا في حاله النيجاتيف هاف سايكل. السالب لفوق الموجب لتحت، هذا راح يخلي اتجاه اندفاع التيار موافق لاتجاه سهم الدايد. اذا هذا الدايد في حاله الفورورد بايس مود، لما بيكون في حاله الفورورد بايس مود بيكون عباره عن شورت سيركت. لما يكون شورت سيركت هذا الكباستر اكيد راح ينشحن معنا. اذا احنا راح نبلش التحليل تبعنا بالنيجاتيف هاف سايكل. قديش الفتره الزمنيه تبعته؟ من تي على 2 لحد تي. طيب تعال نشوف هاي النيجاتيف هاف سايكل. هيك الاقطاب تبعت مصدر التغذيه راح تخلي اتجاه اندفاع التيار عكس عقارب الساعه. طبعا تلاحظ هون انه لسه هذه عمليه الشحن، الاقطاب تبعت البطاريه خلت اتجاه اندفاع التيار عكس عقارب الساعه. طبعا هذه راح تخلي الاقطاب على المقاومه حسب الباسيف ساين كونفنشن بهذا الشكل، الموجب بده يكون على اليمين والسالب بده يكون على اليسار. واضح كيف؟ طيب الدايد هون شو راح يكون؟ اكيد في حاله انحياز امامي. ليش؟ لانه حكينا سابقا انه اتجاه سهم الدايد مع اتجاه التيار هذا المنتفع من البطاريه متوافقات، اذا هذا الدايد بيكون في حاله انحياز امامي. حسب التقريب الاول هذا الدايد بده يكون عباره عن شورت سيركت. طيب هلا في حاجتين بدي اعملهم انا في الحاله هذه. الحاجه الاولى بدك تيجي تطلع لي قيمه الجهد على الاوتبوت قديش راح تطلع معي. ما راح تكون قيمتها صفر، وانما شو راح تطلع معي؟ جهد الاوتبوت هو عباره عن جهد البطاريه هاي. واضح كيف؟ طيب هلا هذا الجهد تبع البطاريه، فلنفرض لو كانت الفي بي هاي معطيك اياه سالب 1.5، اذا انت بدك تيجي تحط سالب 1.5 على الاوتبوت. بس بدك تراعي حاجه جدا مهمه اللي هي الفتره الزمنيه تبعت الاوتبوت. الفتره الزمنيه للاوتبوت هي عباره عن نفس الفتره الزمنيه تبعت الانبوت سيجنال للنيجاتيف هاف سايكل. يعني النيجاتيف هاف سايكل التايم بيريد لها من قديش لقديش؟ من تي على 2 لحد تي. اذا الاوتبوت برضه بده يكون من تي على 2 لحد تي. هي رسمنا عندنا الناقص تي بي هاي. واضح كيف؟ اللي هو جهد، اللي الجهد على الاوتبوت بيساوي جهد البطاريه، بده يكون قيمته سالبه. ليش؟ لانه اقطاب البطاريه عندي هون معكوسه. واضح كيف؟ طيب الحاجه الثانيه شو بدي اعمل انا هون؟ بدي اجي اطبق الكي في ال حتى احسب قديش جهد الكباستر. بس قبل ما تطبق الكي في ال بدك تراعي انه كل عنصر بدي امشي عليه في الكي في ال هون لازم تكون الاقطاب محدده عليه. مصدر التغذيه هاي الاقطاب هيك بتكون، طبعا البطاريه هيك اقطابها حسب ما هم معطينا اياه في المثال. وهذه كيف كانت؟ ليش صارت الاقطاب عندي اياها هون؟ لانه الاتجاه الفعلي لاندفاع التيار خلى حتم علينا انه يخلي الاقطاب على الكبستر حسب الباسيف ساين كونفنشن بهذا الشكل، الموجب على اليمين والسالب على اليسار. هلا لما بدي اجي اطبق الكي في ال هون بده يربط بين جهد الكبستر الفي ام بوت شويه هذا فانكشن كثير. والفي سي وفي عندنا هون الفي بي بيساوي عندنا صفر. تعال نحط الاشارات. هلا في عندي بالنسبه لجهد مصدر التغذيه هذا بياخذ اشاره موجبه، الكبستر بياخذ اشاره سالبه، والفي بي بياخذ اشاره سالبه. الانستنتينوس فولتج على الانبوت بالتالي الطالب هذه شو بدها تساوي قيمتها؟ بتساوي في ام. بس في طلاب بيجوا بحطوا لك ناقص في ام. ما بدكش تنسى شغله كثير مهمه، حكينا انه السالب هذا تبع السالب اللي عندي اوريدي انا ضمنته في القطبيه تبعت البطاريه، اذا خلص ما باخذه بعين الاعتبار. انه كل اللي بدك تسويه انت هون الفي انبوت از فانكشن في اللي هي عباره عن قيمتها الفي ام. واضح كيف؟ اذا شوي صغير هذه بتصير عباره عن بوزيتيف. نزل الاشارات هون بس هذه غير. اوكي هذه بتساوي الفي ام. اوكي جهد الكباستر هذا مجهول عندنا، جهد البطاريه قديش بده يكون؟ خلينا ننزل لي الفي بي بده يساوي صفر. هلا هاي المعادله اللي بدي اطلعها بدلاله الفي سي، الفي سي هون شو بتساوي عندنا؟ بتساوي في ام ناقص الفي بي. طيب انا في هذا المثال معطيني الفي ام قديش قيمتها؟ 10 فولت، وجهد البطاريه قيمتها 1.5 فولت. فاذا بتقول 10
ناقص 1.5 بيطلع قديش الجهد عندي الكلي على الكبستر، بيساوي 8.5 فولت. هي موجودة هون، هذا جهد الكبستر، واضح كيف؟ طبعا هلا بدك بس ملاحظة هون، استطراد جانبي اللي احكي لك اياه، القطبية الإشارة اللي ظهرت على الجهد تبع الكبستر كيف جاي، موجبة ولا سالبة؟ موجبة، دليل انه القطبية الفعلية على الكبستر زي ما انت فارضها هون، واضح كيف؟ هيك القطبية الفعلية على الكبستر، هاي القطبية صحيحة. اوكي، طيب هلا خلصنا من عملية الشحن، نيجي لعملية الديسشارج ستيت حتى نكمل التحليل تبعنا. هلا احنا اول شيء غضينا الطرف عن البوزيتيف هارت سايكل، ليش؟ لانه ما كان كافي، ما كان قادر انه يشغل الدايود ويشحن الكبستر. بلشنا بالنيجاتيف هارت سايكل احنا، صح ولا لا؟ طيب شو بدنا نعمل هلا؟ كيف بدنا نحل المشكله؟ الحلها بسيط كثير، بتاخذ البوزيتيف هارت سايكل هاي بدل ما هي من الفتره بتزيحها، يعني بتعملها شيفت، بتزيحها بس هورزونتالي، بتزيحها بدل ما هي من صفر لتي على 2 بتحطها من على الفتره الزمنيه من تي لحد 3 تي على 2، واضح كيف؟ بس على نفس الارتفاع، هذه بوزيتيف هاف سايكل. هيك بصير الشغل تبعنا سليم 100%. النيجاتيف هاف سايكل احنا دائما هيك بيمشي الزمن عندنا باتجاه واحد، صح؟ اول شيء النيجاتيف هاف سايكل شغلت الدايود وشحنت الكبستر، والبوزيتيف هاف سايكل بتبيض في الدايود وفي نفس الوقت تفرغ الكبستر، واضح كيف؟ طيب اذا هذه البوزيتيف هاف سايكل هلا فترتها الجديده صارت من تي ل 3 تي على 2، تعال نشوفها. هي من تي ل 3 تي على 2، هذه لو بدك تيجي تمثلها على الانبوت كيف راح تكون؟ راح تكون عباره عن بطاريه هيك اقطابها، واضح كيف؟ القطبيه الموجبه لفوق والقطبيه السالبه لتحت. هلا هذا التيار اللي مندفع من البطاريه كيف بيكون باتجاه عقارب الساعه؟ لما تيجي تشوف اتجاه سهم الدايود مع اتجاه السهم، اتجاه الفعلي لاندفاع التيار، بتلاقيهم الاثنين متعاكسات. لما تكون متعاكسات بتكون الدايود في حاله الريفرس بايس مود، اي انه ايش؟ اوبن سيركت حسب التقريب الاول. اذا هذه البطاريه مش راح يكون لها اي تاثير عندي، اي تاثير في هذا التحليل، واضح كيف؟ طيب هلا احنا بالنسبه للكابستر هون حكينا شغله مهمه دائما، انه بين عمليه اول ما يشحن، لما يشحن الكابستر بدك تيجي تفرغه، دائما في خاصيه موجوده فيه انه زي ما كنا ناخذها بالدوائر الكهربائيه، انه الفولتج ان ذا كابستر دزنت تشينج اب شوتلي، يعني ما بتغير بشكل، ما بيعكس القطبيه على اطرافه لما تيجي تشغل تفرغ الكابستر. القطبيه السابقه في عمليه الشحن كان الموجب على اليسار على اليمين والسالب على اليسار، هاي القطبيه بتضلها انتاكت نفس الشيء، الموجب على اليمين والسالب على اليسار. في نفس الوقت في عمليه الشحن برضه محافظ على مقدار الشحن اللي حسبناها احنا اللي بتساوي 8.5 فولت. اذا هون الشحنه تبعت الكبستر اول ما بتيجي تفرغ قديش راح تكون قيمتها في عمليه في الديسشارج ستيت، او لما نيجي نطبق البوزيتيف هاف سايكل بدها تساوي 8.5 فولت، واضح كيف؟ يعني هدول المعلومتين اللي بخص الكبستر اللي هم القطبيه والجهد، هذا الرابط او الشيء اللي بيربط بين عمليه الشحن وعمليه التفريغ. هلا احنا هون في عمليه التفريغ، الفي سي هاي تكون قيمتها 8.5 فولت لما بدك تيجي تفوتها انت لما تطبق الكي في ال، واضح كيف؟ والاقطاب بتطلع عليها بهذا الشكل. طيب هلا احنا بالنسبه للقطبيه تبعت الاوتبوت هون متروك لك الخيار تحطها زي ما بدك، يعني بدك تحط الموجب لفوق والسالب لتحت متروك لك، او واحد بيجبول انه السالب لفوق بحط الموجب لتحت، فيش اي مشكله، واضح كيف؟ هي حددنا الاقطاب على الثلاث عناصر هذول. لما بدي اجي اطبق الكي في ال هون، لاحظ كيف؟ الكي في ال بتاخذ بعين الاعتبار جهد مصدر التغذيه، واضح؟ في عندي هون جهد الكبستر وفي عندي جهد الاوتبوت. ايش بدي يساوي الجمع الجبري للجهود الثلاثه هون؟ بدي يساوي عندي صفر. طيب الخطوه اللي بعدها الاشاره هون بتكون سالبه لاني ماشي من السالب للموجب، الكبستر برضه اشارته سالبه، والاوتبوت فولتج بتكون اشارته موجبه. هلا الانبوت هذه سواء الاشارات نزل لي اياهم تحت، موجب سالب سالب موجب، بدي يساوي صفر. طيب الفي انبوت از ا فانكشن اوف تي هذه قديش بتساوي قيمتها؟ بتساوي الفي ام هاي، يبقى انا هذه تكون في ام جهد الكبستر. هلا بدنا نحط قديش قيمتها هاي الفي ام، خلي لي اياها هيك والله. هلا ناقص في ام اللي هي ناقص 10 وناقص هاي 8.5 شو بدها تساوي؟ زائد الفي اوتبوت شو بدها تساوي؟ صفر. اذا هون الاوتبوت فولتج قديش بيساوي؟ بيطلع معنا قيمته 18.5. شو رايكم؟ هذا عبارة عن ارتفاع قيمة الجهد على الأوتبوت. هاي لما بدك تيجي ترسمها بدي يكون الارتفاع عندي أعلى من هاي، يعني بدي يوصل لحد المقدار، بس هون بدك تراعي إنه هذا الأوتبوت فولتج الفترة الزمنية تبعته بدها تكون على نفس الفترة الزمنية تبعت الإنبوت اللي هي البوزيتيف هاف سايكل.
من قديش لقديش، من تي لثلاثة تي على اثنين. هي انا باجي برسم الاوتبوت عندي هون على نفس الفتره الزمنيه تبعت الانبوت، من قديش لقديش، من تي لثلاثة تي على اثنين، بتيجي بتحط مقدار الاوتبوت فولتج اللي بيساوي 18.5 فولت. واضح كيف؟ هيك الرسمه على الاوتبوت بتطلع معي، هيك التحليل 100%. حتى تعمل دبل تشيك على التحليل تبعك وتتاكد انه شغلك صح، شو بامكانك تسوي؟ تيجي تحسب البيك تو بيك على الفولت على الاوتبوت، وتحسب كمان مره البيك تو بيك فولتج على الانبوت. هلا الارتفاع اللي اياه هون من البوزيتيف اكس اكسس ده هون، هذا عباره عن 18.5 فولت، والانخفاض هذا قديش قيمته؟ 1.5 فولت. هلا اجمع لي شوي صغير، 18.5 فولت مع الواحد ونص فولت هون، قديش البيك تو بيك على الفولتج؟ البيك تو بيك فولتج على الاوتبوت بيطلع قيمته عندنا 20 فولت. واضح كيف؟ طيب هلا هذه ال 20 فولت اللي موجوده على الاوتبوت بدي اقارنها مع البيك تو بيك اللي موجوده على الانبوت، قديش بدها تساوي؟ برضه الارتفاع مع الانخفاض برضه 20 فولت. هذا دليل انه هيك التحليل تبعك اعمله بشكل سليم 100%. يعني هذه خاصيه موجوده في الكلامبر، مستحيل البيك تو بيك على الاوتبوت يكون اعلى او اقل من البيك تو بيك فولتج اللي موجود على الانبوت. مفهوم كيف؟ هذه مكتوبه هون، خلينا نقرا الملاحظات اللي موجوده في هذه الصفحه. To verify your answer, calculate the input peak to peak voltage واحسب الـ output peak to peak voltage وقارنهم الثنتين مع بعض. هلا احنا لما جينا حسبنا الـ input peak to peak طلع معنا قديش؟ 20 فولت، والـ output peak to peak برضه طلع معنا 18.5 زائد 1.5 برضه بيطلع 20. هيك دليل انه احنا عملنا التحليل بشكل سليم 100%. واضح كيف؟ دوائر الكلامبر كثير سهله، المفروض احنا دخلناها بالامتحان السابق بس مش مشكله، بنخليها للامتحان التالي. اوكي، هلا بدنا نتكلم اليوم هون، بدنا نحكي عن نوع جديد من السيمي كوندكتر ديفايسز اسمه الترانزستور. احنا سابقا اخذنا بي جي تي، اخذنا سيمي كوندكتر دايود واخذنا الزينر دايود. هلا في نوع جديد بدنا نحكي عنه هون اسمه الترانزستور. الترانزستور جدا مهم والاستخدامات شاسعه جدا في الالكترونيك، سواء كان على الشقين على الانالوج والديجيتال. واضح كيف؟ فاحنا راح يعني نخصص سلايدات منيحه بحيث انه نفهم الترانزستور بشكل منيح كثير. اول شيء الترانزستور هي عباره عن كلمه مركبه مكونه من شقين، الترانز و اي اس تي او ار. الترانز معناتها الترانسفير بروبرتي، وفي عندك الثانيه الاي اس تي او ار، هذه الريزستور بروبرتي. هلا الترانزستور له استخدامات واسعه في الدوائر الالكترونيه، ابسط استخدام لها اذا انت بتشوف دوائر الامبليفاير زي الاوديو امبليفاير او السيجنال امبليفاير. كيف الاوديو امبليفاير؟ زي السماعات اللي في الجامعة مثلا، هذه بتحكي انت بصوت منخفض بيطلع تسمع الصوت مكبر. افكتفلي لما تيجي تطلع على الدائره الكهربائيه تبعت الامبليفاير بتلاحظ انها مكونه من ديسكريت ترانزستورز، او بكون فيها مثلا زي انتجريتد سيركت قطعه اي سي. برضه الكومبوننتس او المكون الرئيسي للانتجريتد سيركت حكينا عنه سابقا، هو عباره عن كم هائل جدا من الترانزستورات. فاذا في كل الاحوال انت هيك استخدمت الترانزستور في تكبير الاشاره. واضح كيف؟ هلا بيحكي انه الترانزستور دائما بيؤدي وظيفتين، يعني there are two major applications للترانزستور. ممكن انت تستخدم الترانزستور حتى يكبر الاشاره، يكبر مثلا اشاره الجهد، اشاره التيار، القدره. واضح كيف؟ يكبر الصوت. واضح. ويمكن نحن نستخدم الترانزستور تو اوبريت از سويتش، حتى تقدر تشغله از سويتش. هلا انا هون في عندي برنامج سيميوليشن بدي افرجيكم اياه، بس حتى ناخذ صوره يعني مختصره مقتطفه عن الترانزستور كيف يكون استخدامه في الدوائر از سويتش، انه كيف بكبر الاشاره عندي مثلا. او استنى شوي صغيره. هلا هون شير. هذا الدائرة هذا برنامج سيميليشن، الميزة فيه انه بتقدر تفتحه عن النت. بس اشوف لاحظ كيف هذه الدائرة اللي موجودة معنا هون، هذه عبارة عن دائرة الترانزستور. واضح كيف؟ دائما الترانزستور بيختلف عن الزينر دايد والدايد انه بتكون في عليه ثلاث اطراف، بينما الزينر دايد والدايد كان في عليه طرفين، واحد كاثود والثاني انود. مفهوم كيف؟ هلا هذا الترانزستور لما بتيجي تشغله لازم يكون لازم يكون في عندي دائرتين، الدائره الاولى اللي يسموها الانبوت سيركتري، سيركتري ما هي جزء من سيركت يعني. واضح كيف؟ وفي عندنا هون الاوتبوت سيركتري. فالفكره في الميزه في الترانزستور هون انه مثلا لما يكون في عندي ضوء زي ما انت شايف هذا الضوء اللي موجود هون، يعني بدك تخيل انه هذا الضوء بيشتغل بمدى بيشتغل على التيار عالي وبده جهد عالي. واضح؟ طيب انا بدي مثلا
بقول الطالب بدي اجي اتحكم بتشغيل هذا الضوء اللي موجود هون من خلال اشاره كهربائيه بسيطه كثير، شو بامكانك تسوي؟ بامكانك تجيب الترانزستور، هذا الترانزستور شو بيعمل؟ بيربط بين دائره الانبوت ودائره الاوتبوت. بس شو اللي بيسوي؟ بقول انه هذا الترانزستور انا ما في اكمل الدائره الكهربائيه على الاوتبوت هاي، يعني ما في اسكرها، ما في اسكر طرف الكوليكتر مع الايميتر واغلق الدائره واخلي الضوء يشتغل الا اذا اجتني اشاره من الانبوت. هلا حتى ندخل اشاره على الترانزستور هون شو بنعمل؟ اوكي بسكر هاي الدائره، المفتاح هذا، لما تسكر هذا المفتاح شو بصير عند الدائره هون؟ دائره الانبوت صارت مغلقه، لما دائره الانبوت صارت مغلقه راح يعدي فيها تيار كهربائي بين طرف البيز والإميتر، راح نحكي عنه بالتفصيل هذا في السبسيكونت ليكتشرز ان شاء الله. طبعا هلا لما يعدي تيار كهربائي بين طرفين البيز والإميتر لاحظ في السي والاي هاي زي كانها مفتاح، بتصير عندك المفتاح هذا سكر، فشو بيعمل هون؟ الترانزستور هذا سكر الدائره الكهربائيه، قدر يشغل الضوء اللي موجود هون، واضح كيف؟ فانت هون شو بتستنتج؟ انه مثلا الاشاره اللي مدخلها انت على الانبوت هاي تيارها قليل جدا، ليش؟ لانه بتكون حاط مقاومه قيمتها عاليه وبطاريه قيمتها كثير قليله، الاشاره البسيطه كثير اللي فوتها على الترانزستور هاي كفيله انها تخلي الطرفين بين الكوليكتر والإيميتر للترانزستور ايش مالهم يشتغلوا، يعني يشغل الترانزستور، خلي طرف الكوليكتر مع الإيميتر يسكر معي، لما بسكر معي بصير الدائره هون مغلقه، بتكون الدائره تبعت الاوتبوت من ايش مكونه هي؟ فيها بطاريه وفيها مقاومه قيمتها 300 اوم وفيها الالي دي هذا الضوء مع الترانزستور. هلا الترانزستور وقت ايش بسكر عندنا هون؟ في اللحظه اللي بتجي اشاره من البيز، هي لما اجته اشاره من البيز قدر يسكر طرفين الكوليكتر والإيميتر، لما سكرهم مع بعض شغل الالي دي. هلا اذا بدك انت تطفي او بنخلي الكوليكتر والإيميتر زي اوبن سويتش افتحهم، شو بعمل انا؟ بطفي بقيم التغذيه اللي جايه على البيس او بشيل الاشاره اللي جايه على البيس. لما تشيل الاشاره اللي جايه على البيس هيك الطرفين الكوليكتر والإيميتر صار زي اوبن سويتش، لما صارت اوبن سويتش هون الدائره على الاوتبوت صارت دائره مفتوحه، الالي دي ما اشتغل معي. فهمتوا كيف؟ فاذا هون الترانزستور اشتغل زي ايش هون؟ اشتغل از سويتش، يعني اشتغل زي مفتاح. بعيدوا بحكي كيف اشتغل زي مفتاح؟ لما دخلت اشاره على البيز كان طرفين الكوليكتر والإيميتر زي مفتاح زي كلوز سويتش، ولما ما كان في اشاره على البيز زي ما انا شايف هلا كان طرفين الكوليكتر والإيميتر زي اوبن سويتش. مفهوم كيف؟ في مثال ثاني برضه خلينا نشوفه هون، استخدم الفت الترانزستور. الدائرة هاي برضه نفس الشيء، هذه بتستخدم فت الترانزستور، في عندك هون دائرتين، دائرة على الانبوت ودائرة على الاوتبوت، دائرة الانبوت هون بس كل اللي موجود عليها مصدر تغذية ومفتاح، والدائرة على الاوتبوت فيها ثلاث عناصر أربع عناصر اللي هم مصدر التغذية والالي دي والمقاومة مع الترانزستور. هلا في اللحظة اللي بدخل إشارة أنا، لاحظ كيف؟ دخلت إشارة من مصدر التغذية على الجيت تبع الترانزستور، هيك الترانزستور بين طرفين الدرين والسورس راح يكون زي مفتاح مسكر، لما بكون عبارة عن مفتاح مسكر شو راح يصير؟ راح يكمل الدائرة الكهربائية على الأوتبوت، فإذا كملها راح يمرر التيار الكهربائي من خلال الألي دي، وفي كل الأحوال الألي دي راح يشتغل معي، واضح كيف؟ هلا إذا بدي أفتح الدائرة الكهربائية على الأوتبوت بس بقيم الإشارة اللي موجودة على الجيت. شايف كيف دقمنا الاشاره على الجيت صار طرفين للدرين والسور زي كانهم اوبن سويتش. فاذا هذا كل اللي شايفينه امامنا هون مثال عملي على تطبيقات للترانزستور از سويتش. مفهوم كيف؟ طبعا سواء كان الترانزستور بي جي تي او موسفيت الترانزستور. طيب خلصنا من هذا شويه، خلينا نغير السكرين شير. طيب بحكي هون تيبيكال ترانزستور can perform two major functions، انه ممكن يشتغل كامبليفاير وممكن يشتغل as a switch زي ما شفنا قبل شويه. طيب في عندنا هون الترانزستور ار هيفلي يوزد فور انتجريتد سيركت، يعني مثلا حكينا سابقا انه السي بي يو او اي انتجريتد سيركت بنشوفها دائما البيلدينج بلوك لها عباره عن الترانزستور، بتحتوي على كم هائل جدا من الترانزستور، بتكون ملايين او مئات الملايين من الترانزستورز بتحتوي الانتجريتد سيركت. هلا there are two major families of transistors، يعني لما تيجي تطلع انت الترانزستور راح تلاقي انه في شقين رئيسيين لها. النوع الاول او الشق الاول من الترانزستور بسموه البايبولر جنكشن ترانزستور،
او الاختصار له البي جي تي ترانزستور. وفي النوع الثاني اللي راح ندرسه لاحقا، اول شيء راح نبلش في البايبولار جنكشن ترانزستور، ولاحقا راح ندرس الفيلد افكت ترانزستور اللي بسموه الاختصار له فيت. واضح كيف؟ هلا النوعين هذول الشيء المشترك فيهم انه دائما الترانزستور بيكون له ثلاث اطراف، يعني سواء كان عندنا بي جي تي ترانزستور او فيت ترانزستور هذول لهم ثلاث اطراف. واضح كيف؟ هي عندي ثلاث اطراف هون وثلاث اطراف هون، بس شو الاختلاف؟ الاختلاف في الخصائص والتسميات للاطراف. مثلا البي جي تي ترانزستور الطرف الاول بيكون اسمه بيز، والطرف الثاني كوليكتر، والطرف الثالث الاميتر. بينما الفيت ترانزستور الطرف الاول بسموه الجيت، والطرف الثاني الدرين، والطرف الثالث السورس. هلا احنا بالعاده الاطراف هذه بنكتبهاش بيز وكوليكتر واميتر، بناخذ الانيشال من كل قسم، يعني هذا بي سي اي وهذا الطرف الجيت بي دي اس. واضح كيف؟ احنا هلا بدنا نبلش البي جي تي ترانزستور. البي جي خلينا نقرا نمشي في الملاحظات اللي مكتوبه هون. البي جي تي ترانزستور stands for bipolar junction transistor which uses two types of charge carriers. حكينا سابقا تتذكروا هذه على شغله التشارج كاريرز، لما كنا نحكي انه في تيار كهربائي مثلا بيعدي جوا الديود او الزينر دايد لما بيشتغل في حاله الانحياز الامامي في المفرط. هلا التيار الكهربائي بيكون متشكل من ايش؟ من نوعين من انواع النواقل، هم الهولز والالكترونز. نفس الشيء للترانزستور، لما يشتغل مع الترانزستورز النواقل اللي بتكون في داخله واللي بتمكن الترانزستور من انه يشتغل ومر التيار الكهربائي بيكونش فقط من تاثير الهولز ولا بتكون فقط من تاثير الالكترونز لحال، وانما بيكون من تاثير الاثنين مع بعض، تاثير الهولز وتاثير الالكترونز. عشان هيك كم تشارج كارير دائما في داخل السيمي كوندكتر ديفايسز؟ اثنين، هم الهولز والالكترونز. طبعا لما نحكي سيمي كوندكتر ديفايسز مش فقط بنحكي عن الدايد والزينر دايد، وبنحكي كمان عن الترانزستور. مفهوم كيف؟ النقطة الثانية بتقول هون انه البي جي تي كونسيست اوف 3 ديفرنشال دوب سيمي كوندكتر ريجن. يعني هذا خلينا اوضح لك اياه حسب الرسم اللي موجود امامنا هون. لما الشركات بتيجي تصنع الترانزستور دائما تاخذ بعين الاعتبار لازم يكون في عندي ثلاث مناطق، كل واحدة اللي السايز لها بيختلف عن الثانية. في عندي اول هذا البي جي تي ترانزستور مكون، المنطقة الأولى هي موجودة امامنا هون بتكون مصنوعة من الان تايب. واضح كيف؟ وفي عندي منطقة ثانية بتكون مصنوعة من البي تايب، وفي عندنا منطقة ثالثة برضو مصنوعة من الان تايب. واضح كيف؟ هلا لما تيجي انت بدك تصنع الان تايب هاي، الكل فيكم بيعرف زي ما حكينا سابقا، هذه الان تايب بتكون مكونة من خلط عنصر السيليكون مع عنصر الارسنيك. واضح كيف؟ حتى تخلي المساحة هون كبيرة بدك تاخذ بعين الاعتبار انه تركيز عنصر الارسنيك لازم يكون عالي جدا. هلا انا البيز ها البي تايب اللي موجود هون لما بدي اجي اصنعها، الكل فيكم بيعرف بدي اخلط عنصر السيليكون بس مع عنصر ثاني ايش بسموه الجاليوم. واضح كيف؟ هلا حتى تخلي المساحه تبعت البي تايب اللي موجود هون قليله، شو بدي اخلي عنصر الجاليوم تركيزه ايش؟ قليل كثير. مفهوم كيف؟ هلا المنطقه الثالثه اللي موجوده هون نفس المنطقه الاولى، بدي اخلط السيليكون اوكي مع كمية محددة من الأرسنيك، بس بدي أخذ بعين الاعتبار إنه الأرسنيك اللي حاططها هون شو مالها؟ تركيزها مش عالي كثير زي ما سويته في المنطقة هاي، وإنما بدي يكون انترميديت، يعني كمية متوسطة من الأرسنيك، لا هي عالية كثير ولا هي قليلة كثير. لما بخلط الأرسنيك مع السيليكون هيك بتشكل الانتاب أو المنطقة الثالثة. واضح كيف؟ طبعا المناطق هذه لهم كل واحدة لها اسم. الريجن اللي موجودة هون هذه اسمها ان تايب، عفوا بسموها الاميتر ريجن، اللي بيكون فيها تركيز الارسنيك عالي جدا، يعني المساحة الكبيرة. المنطقة اللي جاية بين الطرفين، المنطقة اللي في الوسط هاي بسموها البيز ريجن، والمنطقة اللي موجودة المتوسطة مساحتها متوسطة، لا هي كبيرة زي هاي ولا هي صغيرة، بسموها الكوليكتر ريجن. مفهوم كيف؟ طبعا على كل طرف زي ما انت شايف حاطين الكترود. في عندي هون الاميتر ريجن محطوط عليه الكترود بسموه اميتر، طرف الاميتر. البيز ريجن في عليه الكترود بسموه للبيز تيرمينال، والكوليكتر ريجن في عليه الكترود بسموه الكوليكتر تيرمينال. واضح كيف؟ اذا في عندي انا هون ثلاث مناطق، واضح، وكل منطقه في عليه سلك، في عليه الكترود قطب. اوكي، اذا كم طرف في للترانزستور عندنا هون؟ زي ما حكيت قبل شوي ثلاث اطراف، طرف الاميتر، طرف البيز، وطرف الكوليكتر.
واضح كيف؟ طيب هلا في حاجه كثير مهمه حكينا سابقا، دائما لما الواحد بيجيب الان تايب بيروح يحطه مع البي تايب، بشكل تلقائي بتتكون منطقه ثالثه، في منطقه ثالثه بتتكون هون بسموها كيف كنا شو سميناها في الداتا الدبليشن ريجن، لا كانت تحتوي على هولز ولا كانت تحتوي على الكترونز، وانما فقط كانت تحتوي على ايش؟ بوزيتيف ونيجاتيف ايونز، يعني ما فيها ولا اي شكل من اشكال النواقل. هلا انا بتساءل هون كم دبليشن ريجن راح تتكون عندي في الترانزستور؟ هل يا ترى واحده ولا تنتين ولا ثلاثه؟ بديهي جدا راح تتكون عندي 2 دبليشن ريجن. ليش؟ لانه لما انا باجي بحط البي تايب مع الان تايب، المنطقه الحدوديه اللي فاصله بينهم التنتين هاي المنطقه، راح يتكون عندي هون دبليشن ريجن. واضح كيف؟ هذه بسموها جنكشن. طيب هلا البي تايب هذه مع الان تايب هاي برضه راح تكون ايش؟ الدبليشن ريجن موجوده هون. هلا كم دبليشن ريجن في عندي انا هون؟ في عندي 2 دبليشن ريجنز. واضح؟ حتى هذه بسميها الجنكشن الاولى او الدبليشن ريجن الاولى، وهذه الجنكشن الثانيه او الدبليشن ريجن الثانيه، حتى نقدر نميزهم عن بعض لانه هذه تختلف عن هاي، حتى تقدر تفرق هاي عن هاي، هذه لها تسميه وهاي لها تسميه. لاحظ الدبليشن ريجن اللي موجوده على اليسار، لاحظ كيف جاي بين طرف البيز وطرف الاميتر، اذا شو بسموها هذه؟ البيز اميتر جنكشن. واضح كيف؟ طيب بينما الدبليشن ريجن اللي موجوده هون على اليمين هذه جاي بين طرف البيز ومش طرف الاميتر وانما طرف الكوليكتر، اذا هاي شو بسموها هون؟ البيز كوليكتر جنكشن. واضح كيف؟ اذا في عندي 2 جنكشنز هون، واحده موجوده هون بسموها البيز اميتر جنكشن، والثانية اللي موجودة هون بسموها البيز كوليكتر جنكشن، حسب اللوكيشن تبع كل واحدة. مفهوم كيف؟ طيب هلا أنا حتى أقدر أحدد في أي وضعية، إحنا جينا هلا شفنا النوع الأول من البي جي تي ترانزستور، في نوع ثاني للبي جي تي، مش بالضرورة يكون الترتيب ان تايب بي تايب ان تايب زي ما هو شايفينه هون ان بي ان ترانزستور، في نوع ثاني بسموه بي ان بي ترانزستور. كيف هذا؟ لو بدك تيجي تصنعه الشركه بدها تصنعه بدها تجيب 3 مناطق 3 ريجنز، الريجن اللي موجوده هون بتكون مصنوعه بي تايب وليست ان تايب. واضح كيف؟ والريجن هاي بدها تكون مصنوعه من الان تايب، والريجن الثالثه اللي موجوده هون بتكون مصنوعه من البي تايب. هلا بالشركات بدهم ياخذوا بعين الاعتبار اذا بدهم يخلوا المنطقه هذه المساحه تبعتها كبيره، بدهم ياخذوا بعين الاعتبار لما يجوا يخلطوا عنصر السيليكون بحطوه مع كميه كبيره جدا من عنصر الجاليوم. هلا لما يحطوا السيليكون مع كميه كبيره جدا من عنصر الجاليوم بتكون عندي منطقه الايميتر ريجن، هذه بيكون فيها الماجوريتي تشارج كاريرز عباره عن كم هائل جدا من الهولز. واضح كيف؟ هلا الان تايب هاي عشان بدك تخلي مساحتها قليله شو بتعمل؟ بدي اخلط هون عنصر السيليكون مع كميه بسيطه من عنصر الارسنيك. مفهوم كيف؟ بتصير لانه هذه الارسنيك كميتها قليله كثير، بتكون المساحه تبعت المنطقه الان تايب ريجن هاي بتكون قليله، فهذه بسموها البيز ريجن. هلا المنطقه الثالثه هاي حتى نقدر نصنعها الشركات شو بتعمل؟ بتيجي بتقول بدنا نخلط السيليكون مع الجاليوم، بس هلا تركيز الجاليوم كيف بده يكون؟ له قليل جدا زي ما شفناه، له قليل جدا وله عالي كثير زي ما شفنا في الاميتر ريجن، بده يكون كميه يعني شيء كميه لا هي كثيره ولا هي قليله، فهيك انت صنعت الريجن الثالثه. هلا الريجن اللي موجوده مساحتها كبيره دائما بسموها الاميتر ريجن، والريجن مساحتها قليله كثير بسموها البيز ريجن، والريجن مساحتها بتكون منتصفه لا هي كبيره كثير ولا هي قليله كثير بتكون عباره عن الكوليكتر ريجن. واضح كيف؟ فاذا الارنجمنت هون نفس الارنجمنت اللي شايفينه هون، الاميتر بيز كوليكتر، نفس الشيء هون اميتر بيز كوليكتر، بس شو اختلف عندي في النوعين؟ اختلف انه الترتيب هذا مصنوع من البي تايب، وانما الاميتر ريجن في هاي مصنوعه من البي تايب، بينما الاميتر ريجن هون مصنوعه من الان تايب، البيز ريجن هون مصنوع من البي تايب بينما البيز ريجن هون مصنوع من الان تايب. واضح كيف؟ على كل ريجن بنحط الكترود، فاذا كم الكترود في عندنا؟ 3، واحد الكترود الاول بسموه الايميتر، والالكترود الثاني بسموه البيز، والالكترود الثالث بسموه الكوليكتر. واضح كيف؟ هلا حتى نقدر نحدد
في اي وضعيه بيشتغل الترانزستور مهم جدا نستخدم طريقه بسموها تو دايود انالوجي. هذه التو دايود انالوجي بتسهل عليك تحدد في اي وضعيه بيشتغل الترانزستور. هذه راح نحكي عنها اللقاء الجاي، بس خلينا نشوف كيف نحط الدايودات بهذا الشكل. هلا الكل فيكم بيعرف احنا الدايود لما تيجي ترسمه هيك الالكتريكال سيمبل للدايود، صح ولا لا؟ الطرف الانود بيكون على الفلات سايد والتب اوف الارو بيكون عليه طرف الكاثود. طيب لو تيجي تحط الفيزيكال ستراكشر لهذا الدايود كيف بيكون؟ عباره عن منطقتين، واحد ان تايب والثاني بي تايب. هلا المنطقه اللي جايه على طرف الانود تكون بي تايب ولا ان تايب؟ بي تايب، كل فيكم اكيد متفق معي، هذه بي تايب صح. والطرف اللي جاي على الكاثود هذه عباره عن منطقه الان تايب، واضح كيف؟ طيب اذا جيت انا قلت لك انه خذ المنطقتين هذول، يعني انت استثني هلا الان تايب اللي موجوده هون، بس خلي كل تركيزك على المنطقتين اللي موجودين على اقصى اليسار. الان تايب هاي مع البي تايب هاي لو بدك تيجي تمثلها بدايود، كيف بدك تحط؟ بده يكون في عندي دايود، بس كيف بدك تحط اقطاب الدايود؟ بتحط الدايود هيك اقطاب هيك، بدك تحط الدايود بهذا الشكل ولا بدك تحطه بهذا الشكل؟ تعال نشوف. لا انت هيك مضطر تحط الانود على طرف البيز، لاحظ كيف الديود اللي جاي بين البي تايب والان تايب، والكاثود بده يجي على طرف الايميتر. هيو واضح كيف؟ هذا الديود بربط بين البي تايب اللي موجوده هون اللي موجوده في البيز ريجن والان تايب اللي موجوده في الايميتر ريجن، واضح كيف؟ طيب شو بالنسبه للديود الثاني اللي موجود هون؟ كيف هذا بيكون؟ هذا الديود يربط بين منطقة البي تايب اللي موجودة في البيز ريجن ومنطقة الان تايب اللي موجودة في الكوليكتر ريجن، واضح كيف؟ لو بدك تيجي ترسمه كيف راح يكون؟ راح يكون معك بهذا الشكل. الانود وين بده يكون؟ على طرف البيز، والكاثود بده يكون على طرف الكوليكتر. اذا انا في الان بي ان ترانزستور اذا بدي اجي استخدم التو ديد انالوجي ولا بود، بدك تيجي تحط الديدات بهذا الشكل. الانود تيرمينالز للديد الاول والثاني بيكون مربوطين مع بعض وجايين على طرف البيز. الكاثود للديد الاول جاي على طرف الاميتر، والكاثود للديد الثاني جاي على طرف الكوليكتر، واضح كيف؟ تعال نشوف هون كيف بدنا نعمل الديدات هذول، ليش اجوا معنا بهذا الشكل؟ بعيد وبحكي، بناخذ المنطقتين هذول اللي موجودين على اقصى اليسار، لو بدك تيجي تمثلهم بديد، كيف راح تكون الاقطاب تبعت الديد؟ هلا البي تايب هاي بتكون بتمثل ايش؟ الفلات سايد للالكتريكال سيمبل للديد، بتيجي على طرف الانود، صح ولا لا؟ اوكي؟ والتب اوف ذا ارو يعني راس السهم بده يكون جاي على الكاثود. هلا الانود وين جاي عند على طرف الايميتر، والكاثود وين مربوط على طرف البيس، مفهوم كيف؟ هي وهذا بمثل هذا الديد الاول، واضح كيف؟ طيب هلا خلينا ناخذ المنطقتين اللي موجودين على اقصى اليمين، بدي اجي امثلهم بديود. هلا لما تيجي تمثل هذول المنطقتين بديود، واضح في عند الان تايب والبي تايب، هلا فيش مشكله بتمثله بديود، بس هون بدك تراعي حاجه كثير مهمه اللي هي القطبيه. بدنا نشوف وين البي تايب جاي وين الان تايب جاي. البي تايب هون جاي على جهه اليمين والان تايب جاي على جهه اليسار، اذا هيك بده يكون الديود الثاني جاي. يبقى البي تايب بده تكون على الانود للديود بيجي على طرف الكوليكتر، واضح كيف؟ والكاثود للديود بيجي على طرف البيز. اذا هيك الديودات الاثنين بكونوا عندنا لما تيجي تستخدم التو ديود انالوجي في حاله البي ان بي ترانزستور، واضح كيف؟ خلينا نقرا الملاحظات اللي شفناهم سابقا. احنا هون البي جي تي كونسيست اوف 3 ديفرنشالي دوب. شو يعني ديفرنشالي؟ يعني في عندك لما تيجي تخلط الكميات من عنصر الجاليوم والارسنيك بيكون في تباين في الكميات هذه، مش كلهم بنفس المقدار بيكون خلطهم، وانما بيكون مرات الارسنيك كميته عاليه كثير زي ما شفنا هون لما تيجي تعمل الان تايب، بينما البي تايب هلا بدك تيجي تسويها بتخلي عنصر الجاليوم لما تضيفه مع السيليكون بتخلي تركيز الجاليوم جدا قليل. فعشان هيك شو بنحكي هون؟ انه بقول هون البي جي تي كونسيست اوف 3 differentially doped semiconductor regions. في عنا الريجن الأولى الإيميتر ريجن، وفي عنا الريجن الثانية بسموها البيز ريجن، والريجن الثالثة بسميها الكوليكتر ريجن. These regions are respectively. هلا لما تيجي تطلع على الترتيب هون بتلاحظ N P N، يبقى هذا النوع الأول من البي جي تي بسموه N P N ترانزستور. في عنا نوع ثاني من البي جي تي بسموه P N P، واضح كيف؟ طيب خلينا نشوف هون. These regions are respectively
بي ان بي في البي ان بي ترانزستور والنوع في والترتيب لما تيجي تطلع عليه في الثلاثه ريجنز في النوع الثاني بالترانزستور بيكون ان تايب بي تايب ان تايب عشان يسموه ان بي ان ترانزستور. ايج سيمي كوندكتور ريجن از كونكتد تو ا تيرمينال هلا appropriately labeled الاميتر والبيز والكوليكتر هذول الالكترود اللي محطوطه على في الكترود على كل ريجن واضح كيف according to the BGT physical structure هلا حسب الفيزيكال ستراكشر في عندنا نوعين من ال NPN من ال BGT ترانزستور النوع الاول NPN ترانزستور والنوع الثاني PNP ترانزستور هلا ال NPN ترانزستور consists of two N type regions separated by P type region يعني دائما هذه منطقه البيز بتكون فاصله بين الاميتر والكوليكتر ريجن واضح كيف بغض النظر سواء كان عندنا الترانزستور مصنوع NPN او كان PNP دائما البيز فاصل بين ايش بين الاميتر ريجن والكوليكتر ريجن هون وهون بس الشيء مفهوم كيف؟ هلا اذا بدك تيجي تسالني عن التطبيقات اللي بتخص البي جي تي ترانزستور في له تطبيقات متعدده، الاوبريشنال امبليفاير اللي راح نتكلم عنه في اخر الفصل بكون عباره عن اخر كابتر هذه الدائره انتجريتد سيركت البيلدينج بلوك الها او المكون الاساسي الها عباره عن كم عدد كبير من البي جي تي ترانزستور، يعني لما تطلع على التركيبه الداخليه للاوبريشنال امبليفاير راح تلاقي انه فيها البي جي تي ترانزستور. برضو الدوائر اللي مستخدمه مثلا لقياس الحراره او قياس الضغط تحتوي على بي جي تي ترانزستور. كمان في عندنا الفولتج ريجوليترز زي 7805 هاي كثير بيستخدموها الطلاب في مشاريع التخرج، هاي التركيبة الداخلية لها بكون كم عندي كم كبير من البي جي تي ترانزستور موصلة بكون في جاريشن معينة بحيث انه تعمل ريجوليشن على الفولتج، اي انه اذا كان الانبوت فولتج عندنا متغير بتخلي الاوتبوت فولتج عندنا قيمته ثابتة زي اللي شفناها في الزينر دايود، واضح كيف؟ والفليب فلوب هاي دوائر الفلاشر زي اللي بتكون الفلاش اللي في السيارة بكون بتفوق بدوي، هذه دائرته سهلة كثير بتكون معها من 2 بي جي تي ترانزستور اذا اسعفنا الوقت راح اشرح لكم اياها يعني لاحقا ان شاء الله هلا بس هون هذه صارت واضحه للجميع بدنا نحكي هون انه البي جي تي خلينا نشرح السلايد اللي موجود هون هذا السلايد البي جي تي هاز 3 دوب سيمي بس خليني اقرا الملاحظات هاي اللي مكتوبه هون بديش يكون فاتني نقطه معينه خلصنا احنا شرح النقاط اللي موجوده هون هلا the base region is physically located between the collector and emitter regions انا النقاط هاي ممكن تكون بعضها اعاده لنفس الافكار اللي حكيتها قبل شوي بس انا مضطر امشي فيها بلاش يكون فاتني اي شيء بحكي هون سواء كان الترانزستور NPN او PNP بتلاحظ انه دائما البيز ريجن بين منطقتين بين منطقه الاميتر والكوليكتر ريجن مفهوم كيف الكونكتنج لاير بين افري تو ريجنز المنطقه الفاصله بين اي منطقتين بيكون بسموه بي ان جنكشن مفهوم كيف فعشان هيك دائما البي جي تي ترانزستور سواء كان ان بي ان او بي ان بي بيحتوي على كم بي ان جنكشن تو بي ان جنكشنز هلا البي جي تي ترانزستور كمز وذ تو بي ان جنكشنز نيملي بيز اميتر جنكشن والبيز كوليكتر جنكشن البي ان جنكشن هاز تو بايسنج ستيت هلا انت هذه البي ان جنكشن زيها زي الدايود صارت والدايود بنعرف نعرف احنا انه في له تو بايسنج ستيت انه في انا فورورد بايس مود ريفرس بايس مود عشان هيك التو دايود انالوجي هاي لما تيجي انت تستخدمها وتحدد تشوف في اي وضعيه راح يشتغل الترانزستور راح تشوف انه واحد من الدايودات يمكن يشتغل في وضعيه انحياز امامي والدايود الثاني يمكن يشتغل في حاله انحياز عكسي واضح كيف هلا هون بحكي انه وي ماي يوز ذا تو دايود انالوجي موديل حتى نحدد to identify the biasing state of P-N junction. طيب ال BGT has a three doped semiconductor regions. ال base region دائما بتكون ترتيبته هذه لما بدك تيجي تصنعه بتلاحظ ان المساحه تبعته قليله، فلما تكون المساحه تبعته قليله بتعرف تماما لما بدي اصنع ال B type بضيف بخلط كميه بسيطه كثير هي من ذرات عنصر الجاليوم مع ذرات عنصر الارسنيك. مفهوم كيف؟ الاميتر ريجن في الحالتين في الان تايب في الان بي ان والبي بي ان بي دائما مساحتها كبيره، شو يعني مساحتها كبيره؟ لما بدي اجي اصنعها انا الاميتر ريجن هاي بخلط كميه كبيره كثير من عنصر الارسنيك واضح كيف؟ مع ذرات عنصر السيليكون. بينما المنطقه الثالثه اللي هي منطقه الكوليكتر ريجن سواء كان للترانزستور ان بي ان او بي ان بي هذه منطقة الكوليكتر ريجن منتصفة يعني لا هي كبيرة كثير ولا هي قليلة كثير لما بدك تيجي تصنعها بدك تكون حريص انه
ذرات عنصر الأرسنيك بدها تكون لا هي كثيره ولا هي قليله عشان تكون المنطقه الثالثه، مفهوم كيف؟ هلا بحكي هون ليش الاميتر ريجن بكون دائما تركيز مساحتها بدي اياها كبيره كثير، لان هذه عباره عن الخزان للميجوريتي تشارج كاريرز. لو اجي اسال واحد فيكم ايش الميجوريتي تشارج كاريرز في الان تايب في المنطقه في هون، هذه بتكون عباره عن الالكترونات، واضح كيف؟ يعني راح تحتوي هذه منطقه الاميتر ريجن على كم هائل جدا من الالكترونات، واضح كيف؟ طيب ليش سميناها اميتر؟ اميتر يعني بيعمل انجكشن للالكترونات. لما بيجي بيشتغل، لما نيجي نشرح احنا في المحاضرات الجايه نقول انه الترانزستور اشتغل معنا فعليا، شو بكون، شو اللي صاير بكون جوا؟ اللي صاير جوا بكون في عند تدفق الالكترونات، بكون بهذا الشكل، بتكون مبتعده عن القطب السالب اللي بنكون حاطينه هون، واضح كيف؟ لانه هذه الالكترونات شحنتها سالب وانت بتكون حاطط قطب سالب، راح تبتعد عن القطب السالب، ولانه هذا بيحتوي على كم كبير جدا من الالكترونات راح تلاحظ انه كلها راح تندفع وين؟ على منطقه البيز ريجن، راح تطلع هيك، جزء بسيط منها راح يروح في طرف البيز، وبقيته وين راح يكمل؟ راح يوصل طرف الكوليكتر، واضح كيف؟ يعني احنا الايميتر بيتعمدوا الشركات لما بيجوا بيصنعوه يخلوا مساحته كبيره حتى يكون الخزان للتشارج كاريرز. انا في عندي هذا في الان بي ان ترانزستور ايش الميجوريتي تشارج كاريرز هون؟ الان تايب، يعني هذا بده يكون يحتوي على كم كبير جدا من الالكترونات. بينما في البي ان بي ترانزستور ايش الميجوريتي تشارج كاريرز في البي تايب؟ عباره عن الهولز. يعني هذه لو بتحكي انت عن بي ان بي ترانزستور هذا بتكون عبارة عن بي تايب، بيحتوي هون على كمية كبيرة جدا من الهولز، واضح كيف؟ طيب فالفكرة فيها انه هذه الالكترونات في الان تايب بدنا نعملها انجكشن، ندفعها بحيث انها تنتقل تعبر من منطقة الاميتر ريجن وتعدي في منطقة البيز ريجن ونوصلها لمنطقة الكوليكتر ريجن حتى نقدر نشغل الترانزستور، مفهوم كيف؟ خلينا نقرأ الملاحظة هاي. الاميتر ريجن is heavily doped to inject a large amount of majority charge carriers electrons in the NPN transistor to the base and collector region. هي مصنوعة بعيد وبحكي حتى تقدر تخلي الكم الهائل جدا من majority charge carriers الالكترونز تتدفق من منطقة البيز ريجن وتوصلها لحد منطقة الكوليكتر ريجن. هلا البيز اميتر جنكشن هاز ا بارير بوتنشال. هلا العلماء لما اجوا صنعوا هذا الترانزستور من التجارب اللي عملوها شافوا انه حكينا احنا في دايود بين البي تايب والان تايب، هذا كيف الاقطاب تبعت الدايود بتكون معنا بهذا الشكل. الكاثود هذا الدايود جاي على طرف الاميتر، واضح كيف؟ والانود لهذا الدايود وين جاي؟ على طرف البيز. هلا شافوا انه البارير بوتنشال لهذا الدايود اللي موجود بين البيز والاميتر قديش بتساوي؟ نفس البارير بوتنشال للسيليكون دايود، قديش بتساوي البارير بوتنشال للسيليكون دايود عند الروم تمبريتشر 7 بالعشرة فولت. فشافوا انه اذا انت بدك تخلي هذا الدايود اللي موجود بين البيز والاميتر في حاله انحياز امامي، مهم جدا تيجي تحط بطاريه هون مع وجود مقاومه، بحيث انه جهد البطاريه هذا ايش قيمته؟ مثلا 1 فولت. ليش بتحط 1 فولت؟ حتى يتغلب على ايش؟ ال 1 فولت هاي لازم تتغلب على البارير بوتنشال للسيليكون دايود، واضح كيف؟ حتى تقدر تشغل هذا الدايود اللي موجود في داخل الترانزستور، مفهوم كيف؟ طيب اخر سلايد شوي صغيره، خلصنا بس دقيقتين بنخلص هذا اخر سلايد. هلا العلماء شافوا انه هذا الفيزيكال ستراكشر ما فينا كل مره بدك تيجي ترسم دائره مثلا ترانزستور تحطه في دائره كهربائيه تتعامل مع الفيزيكال ستراكشر هذا، زي ما كنا زي ما سوينا في الدايود العادي والزينر دايود انه فرضنا لهم رمز كهربائي، لازم يكون في رمز كهربائي للترانزستور. هلا احنا حكينا انه في نوعين من البي دي تي ترانزستور، الان بي ان والبي ان بي. حكوا العلماء ان الرمز الكهربائي للترانزستور هيك بده يكون هذا الشكل. هلا الطرف اللي في المنتصف هذا هو طرف البيز، يعني سواء لاحظ كيف في الفيزيكال ستراكشر لاحظ ان البيز جاي في النص، وفي الرمز الكهربائي لاحظ البيز كمان جاي في النص بين طرفين الكوليكتر والاميتر، واضح كيف؟ هلا اذا واحد دقش النظر في الرسمتين بيجي بيقول يا استاذي انا شايف ان الرمز الكهربائي للان بي ان ترانزستور نفس الرمز الكهربائي للبي ان بي ترانزستور. بتقول له هذا الحكي خطا، اذا انت بتطلع بتلاحظ انه اتجاه السهم في الان بي ان ترانزستور مندفع لبرا، بينما اتجاه السهم هون في البي ان بي ترانزستور ايش ماله؟ بكون مندفع لجوا. هلا شو الغرض من استخدام السهم هذا؟ هذا السهم حتى يوضح لك الكونفنشنال كرنت فلو،
كيف يعني؟ انه انا اذا انا بدي اجي اشغل الترانزستور هذا، بدي اخلي تدفق التيار في الترانزستور من طرف البيز للاميتر باتجاه السهم هذا، باتجاه عقارب الساعه. طب كيف بدي اخلي اشغل هذا الترانزستور؟ بدي اجيب هون مقاومه بحطها على البيز مع وجود بطاريه. هلا الاقطاب تبعت الطرف الاول للبطاريه، القطب الاول حاطه على المقاومه، المقاومه رابطها على البيز، والقطب الثاني للبطاريه وين حاطه؟ على طرف الاميتر. كيف انت هيك راح يمر معنا التيار، او كيف راح يكون اتجاه اندفاعه؟ باتجاه عقارب الساعه، هيك التيار. هلا هذا التيار لما تيجي تقارن اتجاه سهم التيار مع السهم هذا اللي موجود هون، تعرف لما يكون الاثنين متوافقات هيك معناتها انه الترانزستور راح يشتغل معنا بشكل سليم 100%. واضح كيف؟ يعني السهم هون بفرجيك انه هذا الكونفنشنال كرنت فلو من طرف البيز لطرف الاميتر. هلا عشان تيجي تشغل مثلا البي جي تي البي ان بي ترانزستور هون، شو بدك تعمل؟ بدك تخلي تدفق التيار مش من طرف البيز لطرف الاميتر زي ما شفنا في الان بي ان، وانما راح يكون بالعكس تماما، بده يكون من طرف الاميتر لطرف البيز. اذا شو بدي اعمل انا؟ بدي اجيب دائره بسيطه مكونه من مقاومه مع بطاريه، بس كيف تكون اقطاب البطاريه؟ القطب السالب لفوق والموجب لتحت. هلا القطب الموجب هذا شو بدي احطه على طرف الاميتر؟ كيف راح يكون اتجاه اندفاع التيار؟ بنفس اتجاه السهم اللي موجود هون. هيك الترانزستور راح يشتغل معي بشكل سليم 100%. بس لو واحد فيكم مثلا قد عكس الاقطاب تبعت البطاريه، خلى القطب الموجب لفوق والسالب لتحت، لاحظ انه القابليه لاندفاع التيار هيك، بس هذا التيار ما راح يندفع معنا لانه جاي معاكس لاتجاه السهم هون بين طرفين البيز والاميتر، هيك الترانزستور مش راح يشتغل. مفهوم كيف؟ خلينا بس نقرا الملاحظات هاي. بحكي هون the symbol shows okay the below a diagram shows a symbol of two types of transistor. Three terminals are clearly indicated: the emitter, the base, and the collector terminal. The direction of arrow represents the major difference between the NPN and the PNP. يعني الاختلاف الرئيسي في الرمز الكهربائي بين the PNP and the NPN transistors هو عبارة عن اتجاه السهم. The arrow is used to show the direction of conventional current flow in the transistor. هذا السهم اللي موجود هون حتى يوضح لك الاتجاه المطلوب منك تعمله في الدائرة، يعني الاتجاه الفعلي لمرور التيار الكهربائي في الدائرة حتى تقدر